السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين كل فيديو، وانتوا طيبين. ورجعت لكم بفيديو جديد وفيديو جميل ان شاء الله. قبل اي حاجة دوس لايك واشتراك عشان خلاص داخلين على 8000، فياريت توصلونا ال 8000 في اسرع وقت ممكن. فرجالة كده عايزين نبدأ كده الفيديو بتاعنا بذكر في كتاب الله في المصحف يا رجالة، في القرآن ربنا بيقول ايه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معلش بقى يا رجاله لو صوتي وحش، اذكر الله، صل على النبي. يلا بينا يلا بينا. طبعا يا رجاله الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله فيديو باذن الله هيكون جميل. عباره عن ايه يا رجاله؟ عباره هنشوف هنعمل ايه مع الاسوس، وهنجوز حمام لبعض، وهنشوف عملنا المعذرة بره وحطينا فيها ايه، وايه اللي جاله مرض جديد، وايه اللي بنجهز له جديد. طبعا يا رجالة في فيديو بتصور بدايته من النهاردة، فيديو بتصور بدايته من النهاردة لكذا يوم قدام. الفيديو ده عن علاج الروشة وعلاج السلمونيلا بالاعشاب يا رجالة، والفيديو ده هيتصور من اول يوم لاخر يوم، من اول يوم الحمام تعب فيه مثلا بنظامه البايظ لاخر يوم ان شاء الله يخف فيه. ويا رجاله الخلطه دي لو نجحت مع الحمام وجابت معاها يبقى اعجاز عملناه، مع ان ما اتعملش قبل كده، وباذن الله يبقى في اسرع وقت، ولا هننسى الريش ولا نعمل اي حاجه. فتعالوا نشوف عن نفسنا، يلا بينا. بصوا كده يا رجاله بقى معايا، الزغلول، الزغلول ده اسمه بليا، ده العنبري شقلباز. بصوا يا رجاله عامل ازاي، جاله هزه هو كمان. بص ديك بتقلب شقلبازات، دي بتقلب بص شقلبازات في قلب الباب، تمام؟ وده جاله هزه، تمام يا رجاله؟ فدي كده معزله ليهم. ان شاء الله الفيديو بتاع الفيديو اللي بصوره ده باذن الله انتوا شايفين عاملين ازاي، وتفرجوا باذن الله لما الفيديو ده ينزل باذن الله يبقى عملنا اعجاز ان شاء الله ان شاء الله. قولوا يا رب. والفرد ده يا رجاله اللي عنده سلمونيلا ده كان بايظ خالص، ده كان بايظ خالص، انتوا ممكن تكونوا شفتوه في الفيديو اللي فات كان عامل ازاي. طبعا اشتغلت معاه بالاعشاب من امبارح، الحمد لله رق كتير وابتدى بصوا يتحرك ويضرب اهو، تمام؟ وجناحه التاني ابتدى يلم اهو شويه الحمد لله، وعينه بس اللي بايظه شويه، بس الحمد لله من يوم واحد اعشاب رق كتير. دي بتاع السلمونيلا، وده طبعا هشوف له دلوقتي مكان بره وهنقله عشان بردك مش عايز اسيبه في العشه، تمام؟ طيب ايه بقى اللي هنعمله دلوقتي؟ دي نتايه، تمام يا رجاله؟ واللي انا هعمله ده على عيني بس. ايه ناس كتير قالت لي اعمله دلوقتي لغايه اما تجيب لها دكر وبرضك تشوفها شغاله حلو ولا لا. طيب دلوقتي ايه بقى اللي هعمله دلوقتي يا رجاله؟ دولك كده دكرين، تمام؟ كده كلنا اتفقنا ان دولك دكرين، هناخد دكر منهم، هناخد دلوقتي دكر منهم ونديه للنتايه دي. هناخد اللي هو الفاتح ده يا رجاله، بص هناخد اللي هو الفاتح ده يا ابن الجزمه، اللي هو ده هنديه لها ونجيب ونودي التاني مكان. بص ما تيجي نشوف، احنا لسه هنقعد نرغي، تعالى انت. بص هناخد ده كده يا رجاله، نقوم عاملين ايه؟ ندخله هنا كده، بس 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 تعالي انت بقى، تعالي انت بس، هناخد دي كده بس، ارجع انت، ارجع ارجع يا بابا بس، وندخلها عليك بس كده اهو. بص يا رجاله دي انتهى بس زايفه، دي انتهى بس زايفه، تمام؟ هنشوف بقى دلوقتي هيعملوا ايه مع بعض. اه بص الدق ده بينط، قول لها انت ما تعرفينيش ولا ايه؟ اه يا رجاله هديهم دلوقتي لبعض، بس انا مش هخليهم، انا ممكن اخد منهم هو عش واحد نشوف برضك شغالين حلو ولا لا، الدقر بيعمر ولا لا، الكلام ده كله. بعد كده اقوم جايب نتايتين زر قطيفه ودقر وتقاطي ليها، تمام يا رجاله؟ بس فنسيبهم بقى ايه يعيشوا براحتهم. يا ابني اصبر يا ابني لما نقفل الباب، يا ابني اصبر نقفل الباب، انت دايما معجلنا كده، فضحنا انت كده على طول، ايه يا جدع؟ ماشي تشتمني؟ طب تعال بص مش فاضي يضربني، جات له انتهى. بص اخلاقه بقى، طب سايب ايدي ورايح فين؟ طب خد ايدي لوحديها يا ابن الجزمه. بص يا رجاله بعني على طول عشان خاطر النتايه، مع نفسيكوا انتوا بقى، تمام يا رجاله؟ طيب دلوقتي القص دوت كان الدقر ده ضايع خالص، كان ضايع خالص ما كانش بيتحرك وكانت عينه قافله، الحمد لله دلوقتي اهو بصوا بقى شغال وعين. تعالى بس
بقى شغال اهو وعينه بسم الله ما شاء الله بقى يتحرك وبيزوف والدنيا بقت حلوه، الدنيا جميله معاه. النتايه لسه عليها ريشه تيالي او ريشتين العديله او الصمه حاجه زي كده. طيب دلوقتي يا رجاله النتايه اللي هناك دي كانت امبارح ضايعه، كانت امبارح ضايعه بمعنى كلمه ضايعه، اللي هي فوله اللي كنا بناكلها. تمام بصوا دلوقتي الحمد لله بقت تتحرك. تمام عايزين نجيب حبه كلفه نشوفها ايه، هتيجي على الكلفه ولا لا، ان هي جالها تعب بصراحه شديد كده اهو. يا فوله خدي خد يا فوله، في ايه؟ فاكرين يا رجاله كانت بتجري على ايدي برضك، التعب لسه فيها. خدي تعالي، طب ثانيه نقلب لها الطاجن يمكن مكسوفه. خدها فله، فيها فله، فله تعبانه يا رجاله. يلا بص حتى تجيش على الكل. طيب دولك اللي ربنا نفخ في صورتهم. بص يا رجاله هنضف لهم دلوقتي يديك ايه، يعملوا الزبل، واللي فوق دولك الميه يقعدوا بيشربوا ميه بطريقه غبيه ومدلقين عليها. والله يا رجاله انا من 4 ايام بالظبط كانت الغيه دي ما فيهاش ترابايه، ما كانتش فيها، قعدت 4 ساعات عشان كده تعبت. يعني اللي سمع الفيديو اللي فات عارف انا كنت تعبان بسبب تنظيف الغايه دي، قعدت في عز التلج 4 ساعات بنضف لهم كده. دولك مش عارف بقى بقالهم بصراحه كام يوم، ممكن ارجع للفيديو اللي حصوا فيه واعرف بقالهم كام يوم. تمام يا رجاله. طيب نيجي للباكستانيات دول. دولك قص لقيتهم الصبح كانوا مجهزين ريشه يا رجاله هنا. تمام مش عارف اهو الريش اللي وقع في الارض ده تلاقيه هما بيجوا ولا هما اي حاجه ايه وقع منهم. تمام يا رجاله وقع منهم. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ طبعا الدكر ده بقى حزين واقف لوحده، خد ياه لسه بتضرب بس عايز يجري. ده بقى حزين واقف لوحده، هنجيب لك نتايج هنجوزك ما تخافش هنجوزك. طب رايح فين؟ بص بص عايز يهرب. ايه يا جدع يا جدع ايه، خش جوه. طب عايز تروح فين؟ طب بص بص بزقني ازاي يا ابني، خش ده انت بارد. طيب دلوقتي يا رجاله بقى بصوا هنظبط الدنيا ونفتح للزغاليل ونرجع لكم تاني. طبعا يا رجاله احنا هنفتح للزغاليل كده، انا ما فتحت لهمش شبكه الاماريه. تمام ما فتحت لهمش شبكه الاماريه. تمام بس كده اهو انا فتحت لهم، انزلوا كده في الارضيه دلوقتي يهووا نفسيهم، عشان مش هفتح لهم دلوقتي شبكه الاماريه، عشان بس لسه نازل رايح مشوار واجي لهم بعد العصر نفتح لهم. بقوم كام دلوقتي؟ بقوم 9 كده كده، بقوم 9 ادي 3 من 3 بقوم 9. ان طبعا العنبرشه قلباص يا عيني جات له روشه، وفي الابيض اللي هنا ده جات له سالمونيلا مفصليه والحمد لله قربت تخف. والتسعه دولك ربنا يستر عليهم ربنا يستر علينا. سايبهم كده دلوقتي شويه، بعد كده نبقى نفتح لهم شبكه الاماريه اول ما اجي. ماشي يا رجاله؟ فده كده الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا يا رجاله يعني بنتعب والله مع الحمام، ومهما تعبت ما تملش، ان تعب الحمام راحه بالنسبه لنا، متعه، حاجه بتريحنا يا رجاله، حاجه بتحسسنا ان احنا بنعمل حاجه، بتخليك دكتور وبتخليك كل حاجه يعني معاهم. يعني بص اقول لك حاجه، تربيه الحمام دي يعني متعه بجد، متعه ونعمه من عند ربنا. فبجد بجد بجد اللي ما رباش حمام ما غواش ولا هوا اي حاجه. فكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.